أخوي الحبيب، أختي الحبيبة، يمكن اليوم عم تصلي وتطلب من ربنا شيء معين، تطلب بيت جديد، أو تطلب من ربنا أن يرزقك بنت الحلال وتتزوج وتكون أسرة، أو تطلب أنه ربنا يعطيك وظيفة حلوة، أو تطلب أنه يرزقك بالعيال إلى آخره. اللي أشهد به لو أنك طلبت بإيمان اسم الله العظيم الأعظم اسم المسيح، أكيد ستنال ما تطلب، هذا وعد الكتاب لك، لكن قد تتأخر طلبك، وأكيد ربنا اللي يحبك حيلبي طلبك في الوقت المناسب، لأن الوقت المناسب حيكون سبب فرح وابتهاج أكبر لك. وتذكر كلام الرب اليوم وهو يقول لك: لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماء وقت. جامعة 3:1.